بادرت النيابه العامه بتقديم مقترح صياغه وتبني وثيقه تتضمن مجموعه من المبادئ المتصله باخلاقيات استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اعمال النيابه. وجاء هذا المقترح تماشيا مع التحول الرقمي الحاصل وضروره تفعيل الذكاء الاصطناعي وتقنياته في الاعمال القضائيه بشكل تدريجي، مع الحرص على ان لا يشكل استعمال تلك التقنيات مساسا بالحقوق والحريات الفرديه المكفوله على الصعيد المحلي والدولي. واثمرت المبادره عن اعتماد النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لهذه الوثيقه الاخلاقيه للذكاء الاصطناعي